لان واش هذا شفت بيه تحيه طيبه جميع المتابعين كان حيكون في جلسه الاجواء الصباحيه طبعا الحال من اشهر الشوارع. اذا اخوان اخوات كما كتشوفوا اليوم كان واحد العيد العزيز على الغربه العيد الوطني طبعا الحال اللي هو عيد الشباب كما كنعرفوا اليوم بدايه الاسبوع اول نهار هي الاسبوع ولكن الاختلاف اليوم انه اليوم عطله البارح كان ثورة الملك والشعب واليوم كان عيد الشباب طبيعة الحال هو عطلة. لهذا كما كنشوفوا حنايا كان واحد الحركة اللي خفيفة بزاف الناس اللي خارجين يخدوا غرض ديالهم ولا شي حاجة عكس الأيام الأخرى كنشوفوا الناس اللي خارجين باش أنهم يمشي يخدم طبيعة الحال اللي قد يصبحوا اللي عنده غرض اداري اللي ماشي طبيب الله يشافيه يعني هذه امور اللي كنعيشوها يعني يوميا طبيعه الحال اختلاف كيكون ايام العطل او ايام الاعياد الوطنيه طبيعه الحال. اذا احنا لازلنا في فصل الصيف الحراره اذا احنا في الساعه تشير الى 8:30 صباحا ولكن درجات الحراره جد مرتفعه هنا في العاصمه الشرقيه مبقاش بزاف على الصيف باش يمشي باقي شهر بالضبط لان اليوم 21 في الشهر 21 في شهر 9 وان شاء الله غادي يدخل الخريف. كنشوفوا في هذه الايام الاخيره ديال شهر 8 المدن الشاطئيه او المدن السياحيه بطبيعه الحال كتبدا كتخوى لي باكونس بطبيعه الحال المهاجرين المغاربه او الجاليه المغربيه من قبل الخارج حتى هي في هذه الوقيته كترجع لان كاين اللي عنده خصو يرجع للخدمه ديالو كاين اللي عنده وليدات يقراو كما كنعرفو يعني شهر 9 مابقاش بزاف راه بقات واحد 15 جور ولا للقرايه لا في الخارج ولا في المغرب بطبيعة الحال كما كنشوفو معنا الوقت كيجري يعني دغيا بسرعه. نتمنى الخير والتوفيق للجميع بطبيعة الحال صباحكم مبروك اخواني اخواتي نتمنى انه كون دوزتو هاد العطلة الصيفية في أحسن الحال. حنا كنقول لكم هاد الأجواء الصباحية هنا من العاصمة الشرقية كنحاولوا دائما نوصل لكم كل ما هو جديد بطبيعة الحال في الأحداث سواء هنا في المنطقة الشرقية ولا في ولاية وجدة ولا في المجموعة ديال المناطق المغربية أين يوجد مراسلي شوف تيفي بطبيعة الحال وحتى ماشي غير في المغرب حتى خارج المغرب كما شفتوا مؤخرا بطولة العالم السيدات كانت قناة شوف تيفي حاضرة بقوة للتغطية التغطية ديال نبوءة الأطلس كذلك في السعودية كانت بطولة ديال كأس سلمان بطبيعة الحال كأس إفريقيا اللي دازت يعني دائما شوف تيفي الحمد لله حاضرة بقوة كأس العالم كذلك قطر شوف تيفي درت مجموعة التغطيات اللي جميلة جدا بطبيعة الحال يعني بجنود الخفاء مراسلين يعني اللي أبلوا البلاء الحسن يعني وصلوا مجموعة ديال الأمور اللي زوينة صراحة للمغاربة وكانوا مجموعة ديال المباشرات اللي كي كتدخل تفرج لهم كتحس بلي أنك كما كنقولوا حنايا عايش ديك اللحظة وعايش في ذاك المكان بطبيعة الحال. إذا صباحكم مبروك ونتمنوا الخير للجميع بطبيعة الحال. نذكركم اليوم كان واحد العيد عزيز علينا عيد الشباب سيدنا متواجد بلؤلؤة الريف كنسميها لؤلؤة الريف مدينة الحسيمة بطبيعة الحال غادي يكون اليوم مجموعة ديال أظن على استعراضات عسكرية على ما أظن وكذلك اليوم كاينة سهرة فنية ديال اتصالات المغرب اللي فيها مجموعة ديال النجوم ما عرفتش بروغرام ولكن مجموعة ديال النجوم اللي عندهم واحد الوزن كبير طبعا الحفلات السنة هذيك عرفت المغرب مجموعة ديال الحفلات ومجموعة ديال المهرجانات منهم ديال اتصالات المغرب اللي الحمد لله ما كانتش ولكن هذا الصيف هذا كنشوفوا بأنها انعشت شواطئ المملكة المغربية سواء بطنجة أو المضيق أو مارتين أو الحسيمة أو الناظور أو السعيدية يعني شفنا مجموعه ديال الفنانه كبار بزاف مؤخرا يعني البارحه
كان بمدينة سعيدية الفنان قادر الجابوني الذي أبدع جماهيره جماهير ديالو بطبيعة الحال. كما كنعرفوا أنه جمهور ديال المنطقة الشرقية ديال جوجدة عاشق للراي، والمنطقة ديالنا يعني معروفة بالركادة والراي، معروفة بالراي والركادة والعروبي. في تصريح لي مع الشركة الجابوني يعني قال لي أنه هو من عشاق مختار بركاني شاب ميمون التمريتي اعتذر. وسولته حتى على واش قدر يدير واحد اليوم مع شي طالون ولا شي موهبة من المنطقة الشرقية. قال لي علاش لا، غير يكون في المستوى ويكون الستيل ديالو يعني مناسب اللي باش ندير واحد العمل اللي يكون مميز بطبيعة الحال. اذا هذا الشيء هذا وقع البارح في الليل، وان شاء الله غادي يشوفوا الانترفيو في قناة شوف تي في وتفرجوا له مزيان بطبيعة الحال، والتغطية كاملة اللي درناها البارح بطبيعة الحال والبارح واللي قبله. مهم يعني شوف تي في دائما حاضرة بقوة في مجموعة من الملتقيات والمحافل الدولية بطبيعة الحال.